على هذا الفيديو اليوم ما غنديرو حتى ربي اللي كيعلم بيا حتى وجد رتق مورايا عاد غندير هذا الفيديو والله على ما اقول شهيد. السلام عليكم احبابنا، كي دايرين؟ بعدا لاباس عليكم؟ قبل ما نبدا الفيديو ديالي نبغي كلشي يصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين، كلشي صلي على النبي. احبابي ما درت هذا الفيديو اليوم تضريت، يعني واحد الاحساس غريب اللي وليت كنحسو هاد الايامات، يعني الحمد لله كنت فواحد الفتره وليت لاباس عليا والحمد لله عاوتاني رجع ليا الاكتئاب. راه كما كتشوفوني في الفيديوهات كتشوفوني ماشي نوره هي هذيك، يعني وليت عاطيه غير نعاس وما نخرجش، يعني لقيت مشكل مع ساعي ما بقيتش كتجي عندي المحال هذه، ولكن الله غالب الجهد تقادى كما كيقولوا. وصلت بيا واحد صافي انسان عفوا انسان كيعمر كيوصل واحد القدر ما كيبقاش القادر. والله احبابي اقسم لك بالله ربي شاهد عليا اصلا هاد الفيديو درتو، يعني دابا سعيد، يعني انا اللي كنمونطي فيديوهات، انا اللي مكلفه دابا القناه كليل سعيد اللي كيصور شي فيديو ولا هذا، وانا اللي كنمونطي يعني ما كيعرفنيش الفيديوهات. شحال مره كيشوف العنوان كيقول لي نورا اش كتقولي ولا هادي، كنقول لي ما كاين حتى شي حاجه، يعني انا اللي مكلفه بالقناه وانا ما تشاورتش معاه في هذا الفيديو، ما قلت لي حتى شي حاجه. هو راه مشى للمحل من الصباح، دابا تقريبا شي 6 العشيه، انا من الصباح انا في الدار، يعني الله ما طيبت غدايا وداكشي اللي قسم الله الحمد لله على كل حال. وكنوضوا حنا ما كنشعلوا الكاميرا ما كنكونوش اصلا في الواقع بحال هكا، راه انا ما نقولش لكم في الواقع كي دايره حالتي كي دايره، ولكن كيشوفونا الناس اللي كيبغيونا وحتى الناس اللي ما كيبغيوناش كنبغيو نبانو بواحد الصوره اللي زوينه، وحتى حنا نعطيو لنفسنا هذيك الطاقه ايجابيه. ما الانسان ملي كيكون فواحد حاله اكتئاب ولا كيكون مريض ولا كيكون عنده شي ظروف، راه كتكون انا بلا شخصيا كنقول الله يعان بيا، ولكن ملي كتشعل الكاميرا وكيشوفوك الناس وكيشوفوك الحباب وكيشوفوك اللي يبغيك واللي ما يبغيكش، الله يحفظكم لينا، يعني خاصك تقادي واحد شويه ويبان فيك واحد شويه الصبر. المهم الحمد لله كما قلت لكم احبابي، راه انا هذا الفيديو ما درته اليوم تربي اللي كيعلم ولا ما اقول، وجهي رجعته قدامي واحد الاخت هي اللي يعني المهم هي قريبه مني عارفه الموضوع، قلت لها شنو كاين وشنو كاين، قالت لي علاش ما ديريش فيديو هذه، قلت لها لا الناس غيفهموها بشكل اخر، قالت لي ما يعني الناس اللي كيبغيوك والناس اللي عارفينك راه هما كيعرفوا، كل واحد قالت لي الناس راه ما انسان ما كيسلمش من الهضره، سي وخايبه وزوينه راه ضروري الهضره فيك، راه الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا راه كيتعاير وكيتهضر، الرسول عليه الصلاه والسلام اللي احسن خلق الله راه كيتعاير، يعني كلشي كيتعاير. انا ما نكونش اش غنكون انا وسط الرسول عليه الصلاه والسلام ولا وسط بزاف د الحوايج، والله سبحانه وتعالى خالق الكون وخالق الدنيا، اشكون انا نكون وسط منهم؟ يعني كتعايري كتعايري، سوى محتوى زوين سوى محتوى خايب سوى قلتي هذا الفيديو سوى ما قلتيش هذا الفيديو، ضروري كيجيوك انتقادات وكيجيوك معيوب. احبابي شنو نقول لكم؟ ما عرفتش كيفاش غنبدا لكم الهضره ولا كيفاش الموضوع ولا كيفاش غنقول لكم، ولكن الله اللي كيشهد على ما اقول كما قلت لكم. وانا راه نتوما عائلتي الاولى، راه قبل ما كنقول راه عائلتي كيشوفوا الفيديوهات كيقول لي راه مالك شنو لا مرض ولا حاجه زوينه، وايا نتوما الاولين كتعرفوها يعني متتبعين هما اول حاجه، يعني عاد كيعيطوا لي عائلتي مالك شنو عندك شنو كاين شنو هذه، اما حاجه خايبه ولا زوينه انا كنشارك معكم كل شيء. انا ما عندي حد، عندي الله سبحانه وتعالى وعندي نتوما، انا اول حاجه انا استخرت الله وكنطلب الله سبحانه وتعالى شي قبل ما نطلب العبد، الله هو اللي قادر على الله سبحانه وتعالى كيدير الاسباب، الله هو اللي كيعطي هو اللي كي اي حاجه باذن الله. حنا عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى، واللي كيتجه الله عمره ما يخيبه الحمد لله. انا كنطلب الله سبحانه وتعالى قبل ما يكون العبد، العبد كيبقى غير سبب، الله هو اللي قادر يرزقنا اي حاجه باذن الله، حنا كنديرو غير سبب. احبابي ما عرفتش الموضوع كيفاش غندخل لكم، كما عارفين راني خديت ديك الدويره اللي قسم الله راه باقا كحله كما شفتوا، يعني عامين دابا انا باش خديت ديك الدار، وصراحه ديك الدار خديتها يعني سعيد ما كانش باغي الدار، كيقولك لا ايه الله يحسن عمرك، كيقولك انا ما عنديش وانا هذه ظروف وغالي هنا وهذه تنديرو ونحسنوا الوضع، مشاو لميسر ونشريو الدار وهذه وتطمنا وهذه وهذه، المهم علينا. انا قلت لي عمرني ما نقدر نعيش في مصر، نقدر نمشي لمصر كزياره وكهادي ايه فعلا، ولكن باش غنعيش فيها انا بعدا حاليا ما كنفكرش ما في باليش، قلت لي انا صافي جيت المغرب واستقريت في المغرب يعني غنعيش في المغرب، ما نفكرش نمشي لمصر مره اخرى، نمشي كانني
نمشي نشوفها، نمشي سياحه ونجي في حالاتي، تمشي حتى تشوف وليداتك وتشوف عائلتك واهلك كاستقرار. صافي انا قررت انني نعيش في المغرب. كما عارفين انك تعيش في السعوديه في امان الله بخير الحمد لله، المهم الظروف كتبدل، جينا للمغرب. كنا غنمشيو للميسر ما كتبش، جينا للمغرب. المهم هذا ماشي موضوعنا. المهم قلت لكم انا مني جيت من السعوديه حس ما في الاول الانسان كيكون عايش مع والديك كيتزوج كتكون عايشه مع راجلك بخير يعني في امان الله، ما كتعرفيش الاوضاع انها غتبدل، ما كتعرفيش اشنو غيطرى. يعني الانسان كيكون اصلا حتى في واحد لاج ما كيكونش واعي بالدنيا وما واعيش بشي حوايج. ولكن مني جيت من السعوديه وجيت للمغرب حسيت بواحد مش غنقول لكم شي حوايج اللي عمرني في حياتي ما حسيتها بالحقره. الحمد لله انا جيت عند عائلتي، الحمد لله عائلتي وخا على قد الحال راه عندهم غير فاطمة، وجيت كنت انا بوحدي ما بقاش فيا الحال، ولكن جبت معايا راجلي ووسط خوتي ما رضيتش، وتا هو مسكين ما رضاش، وتا هو تالم، وتا هو جا السكر بهذيك الوقيته اللي كنا عايشين مع الوالده، جا اضطر جا بهذيك الاضطرابات وداك الشيء، هما كانوا حاطين فوق الراس، ولكن هو تا هو ما راضيش بهذيك الوضعيه، لان الانسان كيكون في واحد المستوى وكيولي واحد المستوى اخر. انسان كان بداره بطوموبيلته خدام بخير عليه بالصالير ديالو، حتى كيولي الله كريم يولي بحال كبد مفهوم محاوز على الناس كتجي صعيبه. انا ملي كنت مع والدي راه انا بالفوريا الشفر كما كيقولوا المغاربه، عايشه معاهم باخر من الوجاج، انا اللي قلت هي اللي كاينه هذه. ولكن ملي كتزوجي راه كتولي الوضع على راجلك، كتولي الوضع واحد اخر. مشيت للسعوديه كنا بخير الحمد لله، جينا الوضع تقلب. ملي جيت يعني خوتي علاش خوتي انا ما رضيتش، كتمشي لي حسيت بواحد الالم لانني كنقول في هذاك الوضع وكانت عن... وفعلا قلتها لي انه ملي كانوا عندهم فلوس كنقول لي شنو دار في المغرب، كيقول لي لا وانا هادي وانا عندي الدار في مصر شي غيوديني المغرب، يعني راكم عارفين الهضره. يعني حتى هو ما فوقيت اللي كان عنده فلوس ما سمعش مني، ولكن الوقت الله سبحانه وتعالى بغى داك الشيء. سمحوا لي الا طولت عليكم في هذا الفيديو، ولكن خصكم مره تخرج داك الشيء اللي عندها، حيت انا صافي عمرت تبلوكيت صافي، داك الشيء اثر عليا نفسانيا، انا اصلا مريضه وهذا الشيء الضغط 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 صافي قلبي تحرك كتسني انا صافي نخرج داك الشيء اللي عندي. يعني ما جيت من السعوديه ما عنديش فين غنمشي، كنقول لكم كان في ديك الوقت كون كانت عندي داري غنلحق ندخل نحط مهم داري نفرش فيها على الحصيره ناكل فيها اللي كنت ما شافني حتى شي واحد، يعني حتى شي واحد ما شافني ندخل الدار طال ما شافني فيها حد. في ديك اللحظه كنقول يا ريت كون كان عندي العقل وعرفت كونني انا فكرت في السكنه، لكن انا ما فكرتش وما فكرتش حتى ملي كنت جايه للمغرب، يعني جايه للمغرب وخا قالوا لي صحاباتي فين غتمشي وانت ما عندك لا سكنه لا والو، ما تخيلتش الوضع بهذاك الشكل. لكن ملي جيت وعشت سمحوا لي انا بكيت، ولكن ماشي قادر لانني داك الشيء كتخايل ليا قدام عينيا. ولكن ملي جيت المغرب وعشت الوضع وشفت داك الشيء كيفاش كاين حسيت بالحقره، يعني كنت في واحد الشكل وليت راضيه بزاف د الحوايج. يعني وليت انا وراجلي والوالده وساكنين ناعسين في غرفه وحده، لان كان خويا وكانت مرتو اللي كان الدار عامره. ما نقولش لكم حسيت بواحد الالم اللي حس يا ربي ما يحس بيه حتى شي واحد، ولقيت الارض في ذاك الوقت تحل وتخشى فيها، وراجلي ما يمكنش غنتخلى عليه لانه حتى هو ولد الناس وحتى هو بزاف د الحوايج، يعني ما جاتش صافي. نقولش لكم حسيت بواحد الالام صعيب انني ما عنديش، تحصلت على الدار كنقول من تمك بقات فيا الحرقه ديال الدار، كنقول انني ما دقات ليا بين عيني. والحمد لله داس الايام داس بخيبه بزوينه بداك الشيء اللي فيها داس. الوالده مسكينه حتى هي ضغطات على خويا وكانت عنده واحد السكنه عطاها ليا مده عام سكنت فيها، الله اعلم بغى ما بغاش. المهم راكم عارفين الوالدين كيف ساكن اختك وهذه والله يجازيه بخير، جيت سكنت في ديك الدار عام. المهم داز صعوبات الحمد لله، المهم راكم عارفين كلشي بلا ما نعاودش داك الشيء اللي زنيتو، غير كنقول لكم شي حوايج هادو. والحاجه الثانيه اللي عاوتاني اللي بقات فيا العقده ديال الدار، انا عمرني ما كنت كنفكر في الدار ولا هذه، يعني كنت عايشه مع والديا تزوجت عادي، يعني ما كانش في بالي داك الديور ولا داك الشيء ما عنديش في بالي. مني عاوتاني سكنت مني كريت
يعني الله كنت سكنت واحد العام وشي حاجه تقريبا. شويه جات السيده مرات الدار قالت لي انا بغيت داري وهادي 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 وهادي. قلت لها انا حيت بنت الناس من واحد اخر ما يخرجش ليها، انا بنت الناس وجاتني في كورونا وجاتني انني كنت مريضه ديك الساعه، كانت في الايموغاجي ما نعاودش لكم حاجه كي كيديرها، وجابت لي الفيديوهات قالت لي انا وخوتي جراو. المهم انا بحال استعطفت معاها، ولكن من بعد طلعت بان هي ما باغا لا دار لا هي بغات الدار حيت كانت باغا تبيعها، ماشي كانت باغا دار محتاجه ليها. المهم علينا، انا حسيت بها قلت الله يحسن العوام. المهم غير جات الموضوع كنهضروا في هذه الهضره، قلت ربما مسكينه محتاجه دار. خرجت عاوتاني تحرقت كثر، كنقول الله يا ربي الله اللي ما عندوش الثقنه غيبقى حياته ديما معذب في حاله كشاد الحاله. يعني الانسان جالس في امان الله ما ناويش انت اللي غتحولي، حتى كتولي كضطري انك خاصك تحولي لانك ما عندكش الثقنه والو. المهم احبابي عاوتاني خرجت وكورونا والظروف، انا مريضه وصحيا ما مستعداش، المهم خرجت الحمد لله. جيت سكنت في الدار الحمد لله ربي سهله، والحمد لله جينا سكنا في الدار الحمد لله، ولكن بقات فيا الحرقه ديال الدار، بقات فيا الحرقه. سمحوا لي سمحوا لي لنفعلت، سمحوا لي لا الا درت. جيت لهاد الدار سكنت فيها حتى هي الحمد لله الحمد لله، ولكن بقات تكون فيها الحرقه ديال الدار. كنطلع وكتهبط كنطلع وكتهبط، كنقول انا ما عنديش سكنه مهدده، في اي وقت يقدر الناس يبغوا دارهم، وانا كاريه بايجار غالي، يعني ماشي انا كاريه رخيص وكاريه هادي بفلوسي باش انسان عاوتاني يعاود يتحول عاوتاني. المهم ديما هذيك الحاجه في بالي، يعني ملي كنت كنمشي عند الطبيبه النفسانيه وكنعاودها قالت لي كيفاش قالت لي كتقولي ما عندك لا مشاكل لا والو، انت ما وانت مريضه. لا بقيت كنعاودها قالت لي هذا الشيء راه هو المشاكل، قالت لي انك هزت الهم وكني كتخمي في هذيك وتخمي في هذيك، هادشي كاع كيجي من اضطرابات نفسيه. المهم علينا، كن دائما كنبقاو في المحل كنخدمو كنخرج، ديما كنجي نقول يا ربي بغيت شي دويره بلا ريبه، كنطلب الله. ما عنديش انا مرضى ديال، يعني ما عنديش شي ماشي موظفه ولا عندي مدخول باش غنبدا نخلص كل شهر، ما باغاش نمشي للبنكه لانها عارفاها حرام، يعني بزاف د الحوايج شفت الناس مشاو للبنكه. ما كنقول انا ما باغاش الريبه، يا رب الحمد لله ربي جاب واحد النهار سابق استجاب الله، ما كان عندي لا فلوس لا معوله ما كاين حتى شي حاجه. ربي مني كيبغي لك في واحد الساعه ناوي غنشري عير غير نص بارطمون بشي 10 مليون 11 مليون فهاد ديال الاستفاده من نصرها اللي في كاسا يقدروا يعرفوها. هادشي اللي ناويه تسلفت واحد شويه، كانت واحد الامانه ديال سعيد مخليها عند خويا حتى هي مسلفها لي، خديناها كان عندي واحد شويه تبعتو. المهم هادشي اللي عندي، ما عنديش كامله الفلوس ديال الدار ديال الدار 25 ولا هادي، واصلا مشيت لهاد السكن الاقتصادي كيقول لك خصك تمشي للبنكه، يعني ما نقدروش نديرو معاك مصارفه تمشي للبنكه. غنطول لكم في هذا الموضوع لان داكشي اللي عندي غنقول لكم. المهم احبابي شنقول لكم، جاب لا تيسير دفعنا في هذيك السكنه، وقفنا ربي ولاد الحلال. السيد وانا كنت ناوي كما قلت لهم شي نص بارطمون، بدا كيضحك معايا قال لي لا وانت راجلك دابا اللي كيشوف المظهر وكيشوفك هادي كيقول راه كلك فلوس، ولكن الله اللي كيعلم. انا راه ماشي غندير هذا الفيديو باش نتوما تعطفوا معايا نلبس حوايج مقطعين ولا هذا، راه ما يمكنش، حيت كاينين الناس اللي كيكونوا عندهم الله يستر وما كيبانش عليهم الخير ويكونوا مهشقرين في حالتهم داكشي. انا راه ما نقدرش ندير داكشي، الحمد لله عندنا الصحه وضوء عويناتنا هو كنز الصحه، بعدا هي كنز اكثر كنز في هذه الحياه. قال لي بدا كيضحك معايا قال لي لا خذوا بارطمون وانا نساعد معاكم. فعلا شي ناس اللي ضمنوني خذوا هذه كتبقى لك مبقى بيناتنا شي تقريبا شي 10 مليون 12 مليون. المهم علينا، انا الوعد اللي كنت لان الوراق كلشي باقي ما عندي محامي داكشي، انا الحاجه اللي كنت درت معاه هو قال لي انا مده عام تكمل لي هاد الفلوس. قلت لي انا ما نقدرش نوعدك بشي حاجه، راه ما نقدرش نوعدك بانني نقول لك الفلوس نكملو في العام، راني ما ضامناش راسي باش نقول لك، لانني تحنا الله عندنا المحل عندنا الكره ديال الدار الكره ديال الحانوت، راه راجلي مسكين معاه البركه، يعني الحمد لله كناكلو داكشي على قدنا على قسم الله، راه ماشي كنقول لكم كناكلو شي حاجه ولا كنكشي، الحمد لله ما كنجوعوش حمدناك يا ربي وشكرناك الحمد لله، احسن ما نمشيو كرف نمشي الحمد لله ونشكرو. هي ماشي كنعيشو البطخ ولا كنعيشو، ولكن حمدنا الله وشكرنا كنلبسو داكشي اللي قدنا اللي عندنا الحمد لله حمد الله وشاكرين. المهم ما علينا، غادي داكشي قسم الله كنهضرو السيد كل شهر، المهم شهر نعطيه مره. المهم
هو دار معايا عام فات العام قال لي نورا لا وعطلت عليا الفلوس قلت ليه شغنقولك اخويا راه تصبر معايا كنت معوله على شي فلوس غيجوني من شي بلاصه اخرى ما سهلش الله قلت لي صبر معايا انا ما عنديش راه ما نكذبش عليك نقول لك راه لا بغيتي تقجني ولا بغيتي دير لي شي حاجه انا قال لي تسلفي ما قلت لها ما نقدرش نمشي للبنكه ما نقدرش نخشي راسي عاوتاني في حفره انا غارقه ونزيد نكمل راه ما يمكنش ليا المهم غادي الوضع بحال هكا مره يقول لك هذه مره المهم غادي الوضع ولكن رحنا الله لعالم مؤخرا يعني ضغط عليا قال لي لا وانا دابا حيت دابا انا عامين باش نسد الدار قال لي انا دابا عامين وباقا ما كملتيش ليا فلوسي وباقا هادي يعني بزاف هاد الشيء وهادي قلت يا خويا صافي ولا كيقول لي لا بيعيها واعطيني فلوسي حتى ساعي حتى هو معاه فهاد الفكره كيقول لك انا نبيعو الدار واعطي السيد فلوسه وشي لاخر ولكن انا ما يمكنش ليا نبيع الدار انا قلت لي راه ما يمكنش ليا واش انا الدار ما درت حتى تحفيت وتعريت وامنيت حياتي ماشي حنا شنو انا ماشي انا اللي عليا نمشي عند والدي ونجلس وعادي وكي راه معايا راجلي فين غندي معايا واش راجلي هو ما غيقبلش يعيش مع والديا ولا مع اخوتي حتى انا ما يمكنش راه انا كنت راسي بوحدي راه الدنيا هانيه سعيد قال لك لا وسعيد ما كيرضاش من داك النوع اللي نفسه انا كنقول لي مثلا شي حد كتعرف كيقول لي ابدا هذاك هو النهار اللي ما تحلميش به عمرني ما نقول شي حد عمرني ما نقول يعني في شكل هو ما كيرضاش راه ما كيرضاش انا متاكده لك فيديو انا ما عرفت هو ما كيشوفش يعني واخا كيشوف فيديوهات ولكن ما كيسمعهمش شنو كنقول فيهم تمنى الله ما يشوفوش يعني غير يقول لك ما قلتي بحال هكا وهادي ولكن انا الله اللي عامل بيا لانه هو ما راضيش راه كما عندك الناس اللي كيبغيوك عندك الناس اللي ما يحملوكش الناس اللي غيتشفاو فيك ولكن اللي غيتشفى فيه تشفى في راسو راه هادي عيب الدنيا حنا غير كنقولوا قبر الحياه ما حنا راه ما نضمنوش عمرنا غنموتوا اليوم ندخلوا ليها ولا ما ندخلوش ليها غير انسان باش ما يتلت على شي حد انسان ما عنده لا وليدات واخا حتى الاولاد هما ما بقاوش ينفعوا انسان كتقولي على دويره واخا تمشي اللي قسم الله الماكله ما كتجوعيش شي في المغرب الحمد لله ما تجوعيش في الماكله اللي قسم الله غتاكلي ها هو ساعي براسه ها هو على قد الله اكبر ها هو عيني ما بقاش كيشوف مزيان يعني ماشي خدامين حنا موظفين ولا خدامين شي حاجه اللي راه داك الشيء خدمتي راه كتصوري ما خدمتيش ما تصوريش المهم احبابي طولت عليكم ولكن ما عندي ما ندير كنحس بالقلب عامر بزاف 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 قلبي عامر يتفرقع دابا انا كنخرج وكنحس القلب ديالي كيتفش 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 انا ديماز مضغوطه قال لي لا وانا باغي فلوسي وانا محتاج وانا هادي وانا هادي قلت اخويا انا حتى انا اكثر منك قلت لي انا وانا راه ما حاملاش قلت لي هاد الدين قلت لي ايه تدرتي معايا خير وداك الشيء قلت لي ولكن راه الله اللي كيعلم راه الله اللي كيعلم لا وسعتي لي الله صافي بيعي هذيك الدار واعطي راجل الفلوس واللي بقى هذوك الفلوس غنشدهم يقدروا يمشيو هكا انا متاكده بان دوك الفلوس غنشدو واحد اخر ما عمرني غنبقى ندير الرضا ولا حتى شي حاجه والفرصه كتجي غير مره واحده وبزاف د الحوايج وبزاف فين غتلقاي بحال ديك السكنه عاوتاني فين غتلقاي احبابي انا الحاجه اللي كنطلب منكم سمحوا لي انا ما خدتش نجيكم فاس ونقول لكم يعني كنعرف ناس وكنعرف كي ما نقدرش نقول لهم سلفوني ولا ادي ولا انا ما قدرتش ما نكذبش كنقول كل واحد الله يحسن العوان يعني واحد الاخت اللي مسكينه تاهي سلفتني شي حاجه وقالت لي انت ما علاش ما ديريش هادي قولي قلت ليها ما قدرتش اللي بغى ماشي نقول لكم عطوني عطى الله سبحانه وتعالى فعلا كاين الناس وقفوا معايا ما نساش خيرهم انا ماشي من الكلاب ما نساش خيرهم ساعدوني وقفوا معايا الله يجازيهم بخير اللي في المستطاع ديالي يقدر يسلفني مليون جوج اللي قدر عليه ما نقول لكم انا شحال تعطوني ولا هذا رجع عليكم ما نقولش لكم رجع عليكم في شهر ولا شهرين اللي بغى يسلفني وندير معاه الورق يعني داكشي يكون قانوني على مده عامين يعني بما نفكت انا الازمه ديالي ونعطي السيد فلوسه وانا انا على الاقل بعدا تنسكن في داري بعدا نتفك شويه من الكره هادشي اللي غنقول لكم الا كان الانسان يعني ما محتاجش دوك الفلوس حاليا باش شي حد يسال باش نكون واضحه ماشي واحد يسلف على قول الله اكبر سمحوا لي الاذان تيسالي الاذان احبابي سمحوا لي الاذان هو صافي راه سالا باقي شي حد بعيد كيأذن المهم احبابي هادشي اللي غنقول لكم خصكم محتاجه واحد المبلغ سلف ما نقولش غنعطي لك شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور يعني اللي بغى يتعاون معايا على سنتين ندير معاه ورقه قانونيه
يعني على عامين بما انا باش لانني انا مضغوطه حاليا باش شي واحد يسلفني شي مبلغ ونقول ليه شهر ولا شهرين وانا راه عدويا ان الاعداء عندي حاجه والانسان يعني ندير معاه الكلمه ونصدق انا ما عنديش في ديك الوقيته ولا هذه راه ما نبغيهاش ما نتقبلهاش. اش نقول لكم احبابي؟ سمحوا لي الا ثقلت عليكم، سمحوا لي في هذا الشيء، ولكن انا راه حسيت دابا حاليا الحمد لله من خرجت هذا الشيء. اللي بغى مرحبا، الله يجازيه بخير، الله يحفظه، الله يحفظ وليداته. حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى قبل العبد كيبقى غير سبب، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيوجهنا، هو اللي كي ربما كتجيك الفكره ولا شي حد كيقول لك اشنو ديري وهادي، حنا كنديروا السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. قلت بعدا نكمل الراجل فلوس ديال الدار، وديك الساعه يحل الله ندير اللي درت في الدار ونسكن فيها. المهم ديك الساعه فلوس الكرام نبدا نصلح بهم ونبدا ندير بهم بزاف د الحوايج. المهم احبابي ان شاء الله انا عندي يقين ان هاد الازمه ان شاء الله غتفوت، ولكن الانسان نفس حنا راه ماشي ملائكه، حنا عارفين القدر ديال الله وعارفين الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، كلشي هادشي كنعرفوه، ولكن كيجيو هادوك الاضطرابات كيجيو هادوك. حنا بشر، حنا ماشي معصومين من الخطا ولا ما كنحسوش ولا هي مآمنين بالله وقدره، ولكن كيجيوك شي حوايج بعض المرات اللي فوق طاقتك فوق جهدك. الله اللي كيعلم، لانني انا صابره شحال هادي وما قدرتش نقول حتى شي حد. هذيك ان الانسان يقول لك لا راه ما عنديش ولا هادي، ولا الانسان يقدر الله اعلم يقول لك لا راه ما شوفي الله اعلم، ما نقدروش نحكموا على الانسان، كل واحد النوايا ديالو والله اللي كيعلم على كل واحد. المهم الله يجزيكم بخير احبابي خوتي، الناس اللي كيبغوني، اللي قدر مرحبا، اللي ما قدرش الله غالب، حنا غير كنديروا السبب كمال على الله. اللي قلت لكم احبابي اللي قدر يعطيني سلاف مليون ولا جوج، اللي قدر عليه انه بالحق على مده عامين، يعني على مده سنتين عاد نرجع عليه المبلغ، لانني حاليا انا ما عنديش، كنوضح الظروف اللي صعيبه وباغا نسدد عليا الدين، لانني وليت مضغوطه وما نقدرش نبيع الدار، يعني باش نعاود نسدد لذاك السيد الدار ديالو ما نقدرش. حتى هو الله يحسن عوانك يقول لك انا مضغوطه، انا عندي الكريديات، انا كنهز هذه الكريدي. كل واحد كيعلم بين الله، كل واحد الله اللي كيعلم على كل واحد. سمحوا لي راه ثقلت عليكم، يا ربي نكون خفيف على قلبكم، سمحوا لي بزاف، سمحوا لي، ولكن نتوما راكم عائلتي وخوتي واحبابي، سمحوا لي.